طيب بص، احنا هنعرض دلوقتي صور لشخصيات هتقول كلمة لكل حد فيه. تمام. فتعالى نشوف بقى أول صورة. بيبو. طبعا كابتن محمود أسطورة وقدوة ومثل أعلى لينا كلنا، ومبسوط جدا ان الناس سمتني يعني كابتن بيبو على اسمه، وربنا يديله الصحة يا رب. وبحب كابتن محمود جدا كمان، لما كان بيجي كان في برنامج زمان، كان يعني بحبه جدا، بحب اتفرج عليه جدا وهو بيتكلم وكده يعني. الصورة اللي بعدها كابتن أشرف عبد الفتاح. طبعا كابتن أشرف مدير الجهاز بتاعنا من 2004 وهو معانا، اتمنى ان شاء الله الله يفضل مكمل كده لحد النهايه ان شاء الله مع بعض يعني. يا رب. الصوره اللي بعدها لدكتور علاء مشرف. دكتور علاء مشرف طبعا قلت لكم لو فضلت اتكلم عليه من هنا لبكره مش هوفي له حقه، وساعدني كتير جدا في التنس الطاوله وبره تنس الطاوله، سواء في النادي الاهلي او في منتخب مصر، فربنا يديله الصحه دايما يا رب. يا رب. الصوره اللي بعدها كابتن معتز عاشور. طبعا رئيس الاتحاد الحالي، حبيبي طبعا كابتن معتز، ربنا يكرمه طبعا ويوفقه دايما لصالح اللعبه، ويفضل على طول موجود ويحقق كل اهدافه ان شاء الله يا رب. نروح بقى للصوره اللي بعدها كابتن ماجد عاشور. كابتن ماجد طبعا حبيبي ومدربي طبعا برده من زمان جدا، من الناشئين لحد دلوقتي، اتمنى له برده دوام الصحه يا رب، ويفضل على طول موجود معانا كده ومنور دايما يا رب يا رب. الصورة اللي بعدها كابتن خالد حبيبي طبعا ومدير النشاط الرياضي الحالي. كابتن خالد طلعت قبل كده معاه زمان ايام لما كان مقدم في البرامج يعني، وبحبه جدا من ايام لما كان هو حارس مرمى هاند بول. فاتمنى له يا رب التوفيق يا رب والنجاح يا رب باذن الله. الصورة بقى اللي بعدها للصديق. طبعا كابتن سيد كلمت طبعا برضو عليه كتير، مش هوفي له حقه، أسطورة لينا كلنا، بتمنى له هو يلعب لحد آخر حاجة ممكنة، ربنا يوفقه طبعا دايما، ويبعد أهم حاجة عنه شر الإصابات إن شاء الله.